عودة لكم مشاهدينا الكرام. من بعد هذا الفاصل نستكمل فيها باقي فقراتنا في برنامج حياتنا. طبعا حاليا عندنا فقرة تعليمية عن جامعة حمد بن خليفة. طبعا عبد الرحمن، هذه المؤسسة العريقة اللي تتبع مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية المجتمع تميزت أمانة بشكل كبير في طرح البرامج الخاصة بالجامعية في الدراسات العليا، ولهم جهود كبيرة أمانة في هذا الجانب، وسبق ان تكلمنا عنهم في اكثر من مناسبه في برنامج حياتنا. راح نتعرف اكثر على هذا الصرح التعليمي الهام التابع لمؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع، ولنا عوده مع ضيف كريم. جامعه حمد بن خليفه، عضو مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع، اسست في العام 2010 بهدف الإسهام في تحقيق رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان. الجامعة مؤسسة بحثية وطنية يشكل فيها البحث والاكتشاف جزءاً أساسياً من تجربة التعليم والتعلم على جميع المستويات. يتمتع طلابها بمهارات مستدامة في التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي والاتصالات، مما يتيح لهم المنافسة بقوة في تحقيق النجاح في الأسواق العالمية. وعبر كلياتها الست تقدم جامعة حمد بن خليفة تجربة أكاديمية ثرية لطلاب البكالوريوس، إضافة إلى برامجها الخاصة بالدراسات العليا والتي تطرح برامج أكاديمية وبحثية تم اختيارها لتناسب التحديات والتوجهات الماضية والراهنة والمستقبلية، مع الاستفادة من الخبرات رفيعة المستوى لأعضاء هيئة التدريس والمنظومة التعليمية الداعمة والمناهج الشاملة المعتمدة على طرق التعليم الحديثة. مشاهدينا الكرام، لأول مرة في تاريخها نظمت جامعة حمد بن خليفة عقد اللقاء المفتوح لطلبة الدراسات العليا عبر الإنترنت. مشاهد الكرام، قدم هذا اللقاء الذي يعد أكبر حدث لاستقطاب الطلاب في الجامعة معلومات مهمة للأشخاص المهتمين بتقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2020-2021. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد فهد الهاجري، قيادي خدمات مجتمعية بجامعة حمد بن خليفة. حياك الله معنا. رحيكم، مشكورين على الاستضافة. سعداء جدا بتواجدك أخوي فهد، وسعداء جدا أيضا بتواصل جامعة حمد بن خليفة المستمر مع تلفزيون قطر. شكرا. بداية بنعرف السادة المشاهدين أكثر باللقاء المفتوح اللي سوته جامعة حمد بن خليفة عبر الإنترنت للمرة الأولى. نفس ما ذكرت، هذا كان أول لقاء افتراضي لجامعة حمد الخليفة لطلاب الدراسات العليا وطلاب المحتملين أو اللي عندهم رغبة ليكملوا دراساتهم في الماجستير والدكتوراه. فكان هذا اللقاء يعني لقاء مباشر بين عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة من مكتب الالتحاق وشؤون الطلاب، لشرح برامج جامعة حمد الخليفة وشو الخدمات اللي تقدمها الجامعة. فكان هذا اللقاء عبارة عن عدة لقاءات من خلال فترة 22 نوفمبر لين 30 نوفمبر. كل جامعة أو كل كلية كان لها يوم مخصص تشرح فيها برامجها، لأن يمكن في واحد مهتم في أكثر من تخصص من أكثر من كلية، فهذا يتيح للمجال أنه يحضر أكثر من يوم. في النهاية هو يقدر يقرر بعد ما يكون في تواصل مباشر بينه وبين المسؤولين عن البرامج أو حتى المسؤولين عن الجامعة، ويقدر يقرر يعني ويشوف يعني متى شنو المتطلبات ومتى يقدر يقدم. أخوي نعم، أخوي فهد، يعني لو تكلمنا أكثر عن دور اللقاء في الكشف عن الخدمات اللي تقدمها الجامعة للطلاب والأشخاص اللي مهتمين بتقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير أو الدكتوراه اللي تطرحها الجامعة. نفس ما ذكرت في البداية، لأن هذا يعد أكبر حدث استقطاب للطلاب في جامعة حمد الخليفة، وهذا كان مفيد لنا من ناحية الموجودين في قطر او حتى خارج قطر، ان هذا كان عن طريق الانترنت، فسهوله الوصول للانترنت اتاحت فرصه اكبر للناس سواء اللي كانوا موجودين في قطر او حتى اللي خارج قطر، لان هو مجرد ان احنا يسجل على اللقاء فنبعث له نفس اللينك اللي هو الرابط، يدخل حتى من خلال هاتف النقال، يعني يقدر يحضر ويشوف بشكل مباشر مع الناس المسؤولين فيسمع، وحتى هو إذا عنده سؤال، إحنا تركنا فيه مجال أسئلة في كل لقاء، في النهاية كان فيه مجال أسئلة أو حتى الاستفسارات،
فإذا عنده سؤال ما يعني لحين شاف نفسه إنه ما يعني ما عنده الإجابة لها يقدر ينظر في النهاية ويسأل. فكان هذا الدور دور مهم جدا لأن في ناس كثير مهتمين في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بس ما كانوا يعرفون عن البرامج ولا كانوا يعرفون عن جامعة حمد الخليفة. فهذه فرصة لهم إن كانت إن يشوفون يعني عن الجامعة حتى اللي يعني عندنا حضور كان خارج يعني دولة قطر. جميل. خوي فهد كيف كان الإقبال سواء من الطلبة داخل قطر أو حتى خارج قطر واهتمامهم باللقاء المفتوح اللي كان لأول مرة يقام افتراضيا؟ الحمد لله كان الإقبال كبير يعني ما كنا صراحة متوقعين هالإقبال خاصة في ناحية التسجيل لأن إحنا بعثنا إن راح نعمل لقاء بس بنفس ما ذكرت انه بيكون عده لقاءات على كل كليه لها يوم مخصص فكان تسجيل عدد كبير وصلنا تسجيل مع المشاركين فوق ال 500 مشارك ومسجل فكان الاقبال كبير جدا وحتى تفاعلهم في اللقاءات يعني في الجلسات المباشره اللي كانت مع العمداء الكليات وحتى اعضاء التدريس كان في اسئله في نقاش في يعني في اهتمام كبير من الناس او الطلاب المحتملين احنا نسميهم طلاب محتملين لان عندهم رغبة كبيرة أن يكملوا دراستهم فكان يعني يعني الحمد لله إقبال كبير ويعني كنجاح للجامعة. نعم طبعا شيء جميل أن يكون هذا الشيء لأول مرة طبعا عبر الإنترنت بيكون بهالشكل أنه يكون ناجح. لو تكلمنا أكثر عن البرامج الأكاديمية الفريدة اللي تم عرضها في هذا اللقاء. احنا في جامعة حمد الخليفة حاليا عندنا اكثر من 36 برنامج فنحاول أن يكون كل برنامج فريد يعني يكون يعني نفس مخصص لاحتياجات دولة قطر أو حتى للاحتياجات العامة. فكل برنامج عندنا يعني يطرح بعد دراسة كبيرة بدراسة نفس ما يقول إحنا السوق نشوف شو الاحتياجات السوق شنو احتياجات دولة قطر ثم يبدأ طرح اللي هو الدراسات. فمثلا هالسنة طرحنا برامجين للدكتوراه في برامج الدراسات الإسلامية في الدكتوراه في الدراسة الإسلامية والدكتوراه في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. هذه كأجدد برامج طرحناها السنة وفي برامج طرحناها العام وإن شاء الله في المستقبل راح نطلع برامج زيادة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخي فهد اللي متعود أمانة على جامعة حمد بن خليفة أو حتى جامعات مؤسسة قطر بشكل عام واللقاءات المفتوحة متعود دائما على الحضور الشخصي والتواصل مباشر مع عمداء الكليات وحتى أعضاء هيئة التدريس، لكن اليوم أنتم كانت لكم تجربة أمانة وعلى كلامك أنها ناجحة في موضوع اللقاء المفتوح الافتراضي. خلينا نتكلم أكثر عن هذه التجربة، هل لكم نية مستقبلا بعد هذه الجائحة بإذن الله سبحانه وتعالى لتكرار هذه التجربة الافتراضية في اللقاءات المفتوحة؟ صح، رب ضالت النافعة صراحة. يعني الأزمة اللي مرنا فيها كلنا خلتنا يعني نسوي كل فعالياتنا عن طريق اللي هو الإنترنت، فكانت التجربة كانت مفيدة لأن أتاحت عدد كبير المشاركين في يعني على خلال الأعمام السابقة، فكان الناس مرات يعني يتكسلون إنه يجون يحضرون، فما كان يعني كان صعوبة الوصول إلى المحاضرات، بعدين كانت يعني كنا نسويها كنا في يوم واحد فكان شوي طويل. صحيح. فالحين صارت أسهل. يعني حتى لو هو كان يعني عنده فقره يعني او فتره بسيطه يقدر يدش يعني يسمع يشوف البرامج، فكانت هذه اسهل له. وحتى الناس اللي برا قطر، يعني عندنا ناس برا دوله قطر فكانت عندهم الرغبه، فكان الموضوع بالنسبه لهم سهل، فكان التواصل اسهل لانه عن طريق الانترنت. فكفكره مستقبليه اتوقع ان اداره الجامعه راح تفكر فيها لان شفنا تفاعل الناس والحضور والمشاركات، فيعني الحمد لله كانت يعني ناجحه بالفعاليات. نعم. لو تكلمنا أخوي فهد عن الخطة المتبعة لضمان التواصل مع الطلاب من داخل قطر وخارج قطر. التواصل بشكل عام هو أساس اللي هو الجامعة، فالجامعة كسبب نجاح الجامعة هو التواصل الفعال من خلال الجامعة من الأمور الأكاديمية أو حتى الأمور غير أكاديمية اللي هي الأمور المهنية التطوير المهني. التواصل مهم مع الطلاب أو حتى الطلاب المحتملين، فالتواصل فجامعة حمد خليفة كانت عندها خطة فعالة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي موجودة كالبث مباشر، كان في بث مباشر من الجامعة، كان في يعني نفس المواد المسجلة معروضة على الموقع الجامعة، كان في حوارات مباشرة، كانت في فعاليات تصير على مدار السنة، كلها يعني كانت يعني موجودة ومتوفرة حق الناس كلها، فكان التواصل جدا يعني كبير بيننا وبين طلابنا. في بعض طلابنا مش موجودين حاليا في يعني في قطر بسبب الأزمة فما قدروا يجون، فلحد الحين ما تأثروا لأن
التواصل بالدراسة الأمور الأكاديمية أو حتى الأمور المهنية كانت تتم عن طريق الإنترنت. أكيد خوي فهد، ممكن في ناس وايد عندهم نظرة وأنا منهم أمانة، كنا نتوقع دائما جامعة حمد بن خليفة خاصة بالبرامج الدراسات العليا اللي هي ماجستير ودكتوراه، لكن من خلال الكلام معك قبل الفقرة بينت لنا أيضا في برنامج خاص بالبكالوريوس في الجامعة، فخلنا نتكلم أكثر عن تنوع البرامج اللي موجودة في جامعة حمد بن خليفة، وعن اللي حابين انهم ينضمون خلال الفصل القادم كيف طريقه التسجيل. صحيح، احنا عندنا في 6 كليات في جامعه حمد الخليفه، واحده من الكليات اللي هي كليه الهندسه والعلوم تطرح برنامج وحيد اللي هو بكالوريوس في هندسه الكمبيوتر، فاحنا عندنا برنامج واحد بس هندسه الكمبيوتر، لان هدف الجامعه كان هدف بحثي، لان هي تاسست على اساس انها جامعه بحثيه، فاغلب البرامج الماجستير والدكتوراه كانت تطلب البحوث، فبرنامج البكالوريوس لانه برنامج وحيد فخلانا تحت كلية الهندسة، لأن هندسة الكمبيوتر من أكثر المجالات يعني طلبا في السوق، فكانت هذا برنامج واحد. والتقديم إحنا فتحنا وردي تقديم للدراسات من عندهم، الناس يعني يقدرون يقدمون من اليوم لين اللي موجودين في قطر لين 15 مارس، واللي مش موجود في قطر لين بداية فبراير، فيقدر يدش ويشوف شنو المتطلبات وشنو الأشياء اللي هو يقدر يعني يسويها حاليا أو يقدر يعني يسويها مستقبلا. نعم، اخوي فهد الهاجري مسماك قيادي خدمات مجتمعيه بجامعه حمد بن خليفه، فنبي نتكلم عن دورك او المسمى هذا. صح، هو المسمى شوي يعني بالترجمه العربيه يعني يطلع غير عن الانجليزي، لانه هو مسمى انجليزي شوي يعني كانه قائد كقائد فريق او هذا، فلما ترجم بالعربي يطلع شوي غير. فاحنا في الخدمات المجتمعيه احنا قسم شؤون الطلاب. قسم شؤون الطلاب يعني من الاقسام اللي هي مرات تكون مظلومه في الجامعات، بس انه كان يسوي لنا التركيز اكاديمي، فاحنا قسم شؤون الطلاب احنا نساعد الطلاب. فالطالب اول ما يدش الجامعه احنا نوفر له يعني مثلا عنده مساعدات، نقدم قسم المساعدات اللي هو الصحيه يعني كنفسيه، اذا عنده مثلا مر في ازمه نفسيه عندنا نفس المرشد الصحي وعندنا مرشد اكاديمي، فنساعده من هالناحيه. وحتى من الناحيه المهنيه احنا نعد الطلاب لما بعد التخرج، يعني نخليه مهيئ انه بعد التخرج انه حتى نوصله مع مرات مع الشركات، نخليه قابل الشركات، فاحنا نحاول بعلاقاتنا ان نوصل نربط الطلاب بالسوق العمل. الله يعطيكم الصحه والعافيه، متميزين امانه في هذا الجانب، في جانب الارشاد الاكاديمي والمهني ايضا. لكن اخوي فهد الحديث معك امانه لا يمل، وانت واحد من الكفاءات اللي نفتخر فيها امانه في مؤسسه قطر. الكلمه اللي حاب توجهها لكل من لديه الرغبه للالتحاق بجامعه حمد بن خليفه سواء الفصل القادم او حتى السنه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، احنا صراحه انا انصح اي واحد عنده رغبه في يكمل دراسته كماجستير او دكتوراه انه ياخذ نظره في من خلال الموقع الالكتروني لجامعه حمد الخليفه، لان احنا في جامعه حمد الخليفه نطرح برنامج الماجستير والدكتوراه انه لما بعد الدوام، اللي مثلا الواحد اللي يشتغل الصبح يقدر يشتغل ويدرس مره واحده، فانه ما راح تاثر عليه في شغله. فانا انصحهم ان شاء الله لمزيد المعلومات عن الكليات عن البرامج انه يزورنا ان شاء الله، واحنا ان شاء الله بالخدمه. نعم، السيد فهد الهاجري طبعا استمتعنا في الحديث معك، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، الصحة والعافية أخوي فهد. يعني ما شاء الله عبد الرحمن، فهد وغير فهد حتى من الكوادر اللي نفتخر فيهم أمانة في جامعة حمد بن خليفة وحتى في مؤسسة قطر بشكل عام، لهم جهود واضحة في تسهيل عملية الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه وحتى في البكالوريوس، فلأعطيهم الصحة والعافية على جهودهم الواضحة في هذا الجانب. أكيد أكيد. إذا مشاهدينا الكرام من